مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة، كلام كتير فيها، حلقة مميزة. والحقيقة قبل ما نتكلم على المباراة التاريخية اللي عشناها امبارح بين النادي الأهلي وبين بايرن ميونخ، ونتكلم على الرجالة اللي شفناهم في الملعب، شفنا النادي الأهلي هو في مكانة عالمية بينافس أكبر الأندية في العالم. أنا حابة أتكلم على جمهور النادي الأهلي اللي الحقيقة دايما بيثبت إن هو متميز، وإن هو عنده عقلية فريدة من نوعها لما بيفكر وبيحب الكيان بتاعه. جمهور النادي الأهلي اللي من ساعة ما الحكم صفر، على قد ما هو مبسوط من أداء لعيبة النادي الأهلي، على قد ما هو مبسوط إن النادي الأهلي بيشرف الكرة المصرية والإفريقية في محفل عالمي زي ده، إلا إن هو كان كله عنده سؤال واحد، أو خلينا نقول معظم الجماهير عندها سؤال واحد، هو إحنا ليه ما نكسبش؟ هو إحنا ليه ما كسبناش بايرن ميونخ؟ ده كان لسان جماهير النادي الأهلي، إنه أنا ناقصني إيه؟ لو هما بايرن ميونخ اللي كسب برشلونة 8 وميسي بيلعب، فأنا كمان النادي الأهلي، عايز أشوف إيه اللي ناقصني عشان أشتغل عليه، عشان المرة الجاية في كأس العالم للأندية أبقى راس براس مع بايرن ميونخ، مع ليفربول، مع برشلونة، مع غيره. والحقيقة إنه ده اللي بيطمني على جماهير النادي الأهلي أو على الكيان ده، إن يكون ده التفكير، إن أنا فارق معايا جدا إن أنا أنزل وألعب وأدي وأكسب، مش بس فارق معايا إن أنا مخسرش بسكور. ده ما كانش الحقيقة تفكير الجماهير، وعلشان كده دايما بنطمن إن الأهلي هيفضل يطلع لقدام، وعلشان إحنا بنبص لقدام لازم نبص لماتش بالميراس اللي هيكون طبعا يوم الخميس اللي جاي، ماتش مهم وماتش هيحطنا في المراكز الثلاثة الأولى، ويبقى على الأقل الجيل ده حقق إنجاز جيل 2006 اللي خد البرونزية.